الحمد لله الحق بان. يعني كنتمنى يعني كيف ما اول تهمه سقطت عليه حتى الثانيه ان شاء الله الله يطلق سراحه. انا دائما من الداعمين له لانه كنمشي بالمثل ديال انصر اخاك ظالما او مظلوما. وانا ما يمكنش ندير مكان العداله ونتكلم مكان قاضي حتى يقول هو الحكم ديالو، لانه كاين عداله وخاصه ملي كنتكلموا على فرنسا هي محايده، ما غادي تجي لا من جهته ولا من جهه حد اخر. فنتمنى انه بطبيعه الحال البراءه تكون من نصيبه، البراءه التامه، والله يطلق سراحه وان شاء الله يرجع لجمهوره. انا بالنسبه لي سعد المجرد هو مثال الاغنيه العالميه ليس العربيه. انا بالنسبه لي يستاهل لانه فيه كل مقومات الفنان، وخاصه انه اجتهد واجتهد واجتهد وبدا من صفر ماشي بدا كبير، فكيعرف كيفاش كيتحط الخطوات ديالو. ذكي جدا، الله يبعد عليه العين والله ان شاء الله ينجحه ويوفقه باذن الله ونشوفه اكبر فنان عالمي ان شاء الله. لا انا دائما كندير الاغنيه العصريه الحسانيه، وفقط بالعكس انا مشيت للراب ومشيت لهذا، وقريبا غتشوفوني مع دي جي حميده في ديو ان شاء الله. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحه وتريد ان تروج لها؟ هل لديك مؤسسه، محل، بضاعه، خدمات، وكاله سياحيه او علامه تجاريه وتريد ان تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.